أهلا بكم. أطاح نادي كاظمة بخصمه الاتحاد الإسكندري المصري بنتيجة 106 نقاط مقابل 100 واحدة في لقاء قوي حماسي أقيم ضمن الدور ربع النهائي للبطولة العربية للأندية لكرة السلة والمقامة بالكويت. بهذه النتيجة يصعد أبناء العديلية لنصف النهائي لملاقاة نادي الأهلي المصري حامل اللقب النسخة الماضية، والذي استطاع بدوره التأهل بعد تغلبه على نادي الجهراء ب 93 نقطة مقابل 54. وفي لقاء آخر جمع بين أندية لبنانية، استطاع نادي بيروت التأهل ذات الدور على حساب نادي الرياضي بيروت بعد فوزه بنتيجة 80 نقطة مقابل 76. غفلة تايم اوت، نادي بيروت عنده تايم اوتين، ما اعتقد راح يعطي فرصة ياخذ تايم اوت. اللي حدث وشوف الان راح يسدد اللي هو مايكل، شوف والله يعني الان ما راح يفيد الشرح خلاص حسن.